تحياتي لكل الزوار وأعضاء القناة في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. خلال الساعات اللي فاتت أثيوبيا بتنشر صور حديثة من أعلى سد النهضة، ده عنوان الموضوع أو عنوان الفيديو اللي إحنا هنتكلم فيه دلوقتي. رغم إن إحنا من 72 ساعة اللي فاتوا نشرنا فيديوهين عن العقوبات اللي هتفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على أثيوبيا كورقة ضغط عليها لو ما وصلتش الحل نهائي في مفاوضات سد النهضة. بعد الفيديوهين اللي اتكلمنا فيهم وقلنا فيهم بصراحة ان الولايات المتحدة الامريكية اول مرة تتكلم بلهجة شديدة جدا اتجاه اثيوبيا. اللهجات اللي كانت قبل كده كانت توصلوا لحل عادل، عايزين المنطقة ما يكونش فيها اشتعال. كبعض الناس وصفتها على موقع التواصل الاجتماعي كطبطبة على اثيوبيا. لكن الأيام اللي فاتت الولايات المتحدة الأمريكية غيرت لهجتها تماما وقالت بالنص، ودي عضوة في الكونجرس الأمريكي، قالت لو أثيوبيا ما وصلتش الحل نهائي في مفاوضات سد النهضة أول خطوة هنعملها هنمنع المساعدات اللي بنقدمها لأثيوبيا واللي احنا قلنا عليها 130 مليون دولار، لأن الولايات المتحدة الأمريكية عارفة ومتأكدة إن أثيوبيا خلال الفترة اللي فاتت أو من أول المفاوضات لحد دلوقتي وهي مستمرة في العناد. فيا ترى إيه اللي يجيب أثيوبيا اللي طولت المفاوضات والوصول لحل نهائي؟ هو الضغط عليها، وده بالفعل اللي عملته الولايات المتحدة الأمريكية خلال اليومين اللي فاتوا، وممكن ترجعوا للفيديوهات على القناة وتسمعوها. مع ان ملحوظه صغيره، كان في بعض الناس بتعلق وتقول ان الولايات المتحده الامريكيه عمرها ما هتضغط على اثيوبيا لان المصالح الاثيوبيه الامريكيه معروفه. لكن في نفس الوقت يا جماعه امريكا مش عايزه نزاع في المنطقه، زي ما ليها مصالح مع اثيوبيا ليها مصالح مع مصر، ومصر يعتبر الدوله الكبيره في الشرق الاوسط. فبالتالي من مصلحه الولايات المتحده الامريكيه ان ما يكونش في عداوة بينها وبين مصر، او مش عايزة نزاع يحصل مع مصر او ضرر للشعب المصري. تمام، وده اللي احنا شفناه في شهر 2 اللي فات. يمكن اول دولة عرضت نفسها انها تدخل قواسيط لحل سد النهضة كانت الولايات المتحدة الامريكية. المهم مش عايز اطول عليكم وعايزين ندخل بس في الخبر ونشوف ايه الصور او ايه الخطوه اللي عملتها اثيوبيا خلال الساعات اللي فاتت. هل ده كان رد على التصريحات الامريكيه ولا كان مجرد صدفه؟ والله ده اللي احنا هنشوفه في التقرير. ولكن في البدايه يا ريت ما فيش حد يعلق زي ما انا بقول غير لما يسمع الفيديو للاخر، وما تنسوش اشتراككم في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وفي الاول وفي الاخر انا بقول ده كله فضل وليس امر. ندخل دلوقتي بقى في نص الخبر ونعرف ايه سبب اثيوبيا لنشر صور من اعلى سد النهضه في هذا التوقيت بالذات او بعد التصريحات الامريكيه. هل بتقول لامريكا حتى لو منعت العقوبات عني مش هيأثر فيا؟ الله اعلم. انا عارف ان الدماغ الاثيوبيه شغاله من نفسها، ولكن مش عايز اسبق الاحداث. خلال الساعات اللي فاتت قام بزياره رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد ورئيس اريتريا في زياره تفقديه الى سد النهضه. يعني سبب الصور اللي اتنشرت هو زياره رئيس اريتريا. كما زار احمد ورئيس اريتريا سد كويشة للطاقة الكهرومائية الذي هو قيد الإنشاء أو تحت الإنشاء في نهر أومو بحسب الأنباء الأثيوبية. يعني اللي نشر هذا الخبر هي الوكالة الأثيوبية. وكان وزير المياه الأثيوبي سيلشي بيكلي أعلن قبل أيام إتمام 76% من أعمال الإنشاء الجارية في سد النهضة. يعني هم تقريبا خلصوا 3/4
من بناء سد النهضة. واللي احنا قلنا قبل كده ان هم اعلنوا او نشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي وقالوا ان احنا بدأنا في المرحلة الاولى لملء سد النهضة حتى من غير موافقة مصر او موافقة السودان. وقال ده مجرد مرحلة اولى، وكان سبب الملء للمرحلة الاولى مش بايدينا، ولكن ده بسبب الامطار الكثيفة اللي كانت على اثيوبيا، واحنا علقنا عليها بمنتهى الوضوح، قلنا كانت فين الامطار دي خلال الفترة اللي فاتت؟ ما فيش خبر واحد نزل على السوشيال ميديا ان في امطار او سيول داخل اثيوبيا من شهر 4 لحد شهر 7. وناس كتير ما صدقتش هذا الموضوع، وعرفت ان كانت اثيوبيا بتراوغ خلال الفترة اللي فاتت، رغم ان هي شغالة في المفاوضات، ولكن من الظهر او من ورا شغالة في حاجة تانية. طبعا ذكرت وكالة الانباء الاثيوبية الرسمية انه من المتوقع ان يبدأ السد في توليد الطاقة الكهربائية باستخدام، احنا قلنا هم كانوا قالوا قبل كده ان هو توربين واحد اللي هو هيبدأ بتوليد الكهرباء، لكن اللي بتعلنه اثيوبيا على لسان الوكالة الاثيوبية قالت مش توربين واحد ولكن اثنين هم اللي هيقوموا بتوليد الكهرباء خلال 12 شهر اللي جايين، واللي ده الاعلان قالوا التوربينين هيقوموا بتوليد الكهرباء في السنة المالية الاثيوبية 2020 2021، يعني 12 شهر مدار سنة واحدة. ونشر رئيس وزراء اثيوبيا ابي احمد صور من زيارته هو ورئيس اريتريا الى سد النهضة، من اعلى سد النهضة بتظهر هذه الصور او بتوضح استمرار تدفق المياه من اعلى الجزء الاوسط، بينما تمتلئ بحيرة السد بنحو 4.9 مليار متر مكعب، ده اجمالي عمليات الملء الاول التي شرعت فيها اثيوبيا في النصف الاول من شهر يوليو. الكلام ده اللي احنا قلناه في شهر يوليو اللي فات، اعلنت اثيوبيا الانتهاء من الملء الاول لسد النهضة. طيب يا ترى كمية المية اللي تمت في المرحلة الاولى كانت كام؟ كانت 4.9 مليار متر مكعب. هل ده من الامطار؟ لا. هل ده من السيول؟ اشك. لو حد من اللي بيسمع دلوقتي او بيشاهد الفيديو سمع ان في اثيوبيا من شهر 4 لشهر 7 كان في امطار وسيول، يا ريت يطلع على الفيديو ويعلق. انا عمري ما سمعت، انا على فكره متابع للسوشيال ميديا على مدار الساعه، ما سمعتش ان في امطار في اثيوبيا خلال الفتره دي. يبقى ازاي هتتملى او هيملى تتملى سد المرحله الاولى من سد النهضه ب 4.9 مليار من الامطار او السيول؟ الله اعلم. يعني المعلومه انا نفسي مش مصدقها. وتوقفت محادثات سد النهضة قبل شهرين دون نتيجة، ورفعت الدول الثلاثة مصر والسودان واثيوبيا تقارير الى الاتحاد الافريقي بنتائج المفاوضات التي عملت في اخر جولات على صياغة مسودة تدمج نقط الخلاف. كلنا عارفين ان اخر وسيط دخل في موضوع سد النهضة كان الاتحاد الافريقي، بعد مجلس الامن، بعد الولايات المتحدة الامريكية، بعد الاتحاد الاوروبي، وده كان مناشدة من الولايات المتحدة الأمريكية. قالت يا ريت الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي يدخل ويحل مفاوضات سد النهضة. وده كان الأولى من الأول إن الاتحاد الأوروبي يدخل كوسيط حتى قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن دخوله جه متأخر. لكن ما علينا. هل بعد ما دخل وصلنا لنتيجة؟ اثيوبيا رضخت للمفاوضات؟ اثيوبيا وصلت لحل مع مصر والسودان؟ للاسف الشديد لا. نفس اللي حصل
مع الاتحاد الاوروبي الافريقي هو اللي حصل مع الاتحاد الاوروبي نفس اللي حصل مع الولايات المتحده الامريكيه، وده استمرار للعناد الاثيوبي. خلال الساعات اللي فاتت بعد ما تم نشر الصور من اعلى سد النهضه، لم يصدر الاتحاد الافريقي حتى الان اي تعقيب على مسار المفاوضات التي بتجري تحت رعايته. يعني هو اتدخل وعمل مفاوضات، لكن لحد دلوقتي ما فيش نديه، ما فيش تعقيب على اي خطوه بتاخدها اثيوبيا اتجاه مفاوضات سد النهضه، رغم ان كانت لجنه تنظيم ايراد النهر اشارت في اجتماع الاخير قبل ايام ان فيضان النيل اللي وصفته بانه عالي جدا سيستمر في التدفق او في الزياده الى مصر حتى شهر نوفمبر، شهر 11 اللي جاي، يعني كلها شهر تقريبا، وما زالت المياه تتدفق حتى الان داخل مصر. وده اللي كانت عاملة استعدادها الدولة المصرية في توسيع بحيرة ناصر عشان تستوعب كمية كبيرة من المية، واللي هي هتغطي عجز كبير جدا خلال الفترة اللي جاية لمدة سنتين. لكن ده هيكون حل، بالتأكيد هيكون حل مؤقت لغاية لما نشوف اثيوبيا هتوصل لحد فين. طبعا اثيوبيا ما اديتش تصريح او ردت على التصريحات الأمريكية بفرض عقوبات عليه، ولكن طلعت وزير رئيسة أثيوبيا في اجتماع وقالت إن احنا خلال العام الجديد هيكون في مفاوضات مع دول حوض النيل. ده التصريح الوحيد اللي طلع من أثيوبيا بعد التصريحات الأمريكية. المفاوضات هتكون امتى؟ في أول العام الجديد، في 2021. طيب قضية زي موضوع سد النهضة ينفع ان انا اجل فيها شهر واثنين وثلاثة؟ ايه اللي يمنع ان انا اوصل لحلول نهائية مع الاطراف او مع دول حوض النيل دلوقتي؟ اشمعنى بعد ثلاث شهور لما يكون المرحلة الثانية او الثالثة من سد النهضة اتملت؟ الصراحة أنا مستغرب في الدماغ الأثيوبية. لو في نية إن أنا أقعد وأحل المفاوضات يبقى أنا أحلها دلوقتي، أحلها بكرة، أحلها الأسبوع اللي جاي، لكن ما أخرهاش ثلاث شهور أو بداية العام الجديد. إيه السبب؟ يا ترى في انتخابات برلمانية جديدة؟ ما هو الاجتماع اللي هربت منه من الولايات المتحده الامريكيه كان العذر اللي قدمته اثيوبيا قالت ان في انتخابات برلمانيه، كان الاجتماع في شهر 2، وطلعت بيان وقالت ان انا ما حضرتش عشان عندي انتخابات برلمانيه في شهر 8، يعني بعد 6 شهور. يا ترى دلوقتي التاجيل في سبب قوي يمنعه او ياجله لاول العام الجديد، ولا دي نقطه في صالح اثيوبيا بتكسب وقت لحد ما تفاجئ العالم كله خلال الفتره اللي جايه او الشهرين اللي جايين ان انا انتهيت من المرحله الثانيه لسد النهضه؟ هل ده متوقع ان هو يحصل؟ متوقع، ما احنا شفناه في شهر 7. يبقى بالتاكيد هيحصل في الشهرين اللي جايين. هنتفاجئ ان اثيوبيا هتنشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي زي ما هي عملت قبل كده وتقول لك الانتهاء من المرحله الثانيه لملء سد النهضه. يا ترى الرد المصري هيكون ايه والرد السوداني هيكون ايه؟ طبعا ناس كتير من اللي بتطلع للاسف الشديد من السودان وتقول لي اتكلم على بلدك انت، ما تتكلمش على السودان، وكانها السودان دي مش في المركب. يعني الأزمة أزمة مصر بس، مش أزمة أثيوبيا، مش أزمة السودان. مع إن إحنا قلنا إن أول دولة هتتضر لو حصل أي شيء في سد النهضة هي السودان مش مصر. لو اتضرر اللي في مصر 10%،
الضرر اللي هيكون على السودان 50%. شوفوا الفرق بعد ما يطلع واحد من السودان يتكلم معايا ويدافع عن قضيته، يقول لي لا اتكلم في بلدك بس، او اتكلم على شعبك بس، احنا نتكلم بلسان السودان. طب يا سيدي يا محترم، اطلع انت واتكلم بلسان السودان. هو انا غلطان ان انا بتكلم عن الشعبين؟ حاجه غريبه جدا. دايما بقول لكم ان في تعليقات بتيجي على الفيديوهات بتكون مستفزه وملهاش معنى. طب ده انا ارد عليه اقول له ايه؟ يعني دايما في كل فيديوهاتي بقول المشكله اللي بتواجهنا في مصر نفس مصير السودان معانا. يعني انا بتكلم في مصلحه الشعبين، مش بتكلم في الاثنين، مصلحه الشعبين بس، ولكن في مصلحه الثلاثه، لان احنا الشعب الاثيوبي يهمنا. ما فيش داعي واحد يطلع على الفيديو ويقول لي لا اتكلم بلسان مصر بس، ما تتكلمش بلساننا احنا. يا سيدي انا اسف، مش هتكلم بلسانك، ده مشكلتك وواجهها بنفسك. بس لما تحصل اللي بتخطط ليه اثيوبيا ما ترجعش تبكي. اعرف ان الشعب المصري بيحبك وبيخاف على مصلحتك زي ما بيخاف على مصلحته. انا اسف اللي طالع عليكم، ولكن انا عارف التعليقات اللي ممكن توصلني على الفيديو هيكون شكلها ايه. دلوقتي اسيبكم في رعاية الله وانتظرونا بفيديو اخر. وزي ما قلت يا جماعة في اول فيديو، يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ويا ريت المصريين يطلعوا ويعلقوا. انا كل فيديو بطلعه خاص بسد النهضة او بقضية سد النهضة للأسف ما بشوفش مصريين كتير بتعلق. دايما التعليقات بتجيني يا من اثيوبيا يا من السودان، وطبعا تعليقات غير ايجابيه، مش عاجبهم الكلام اللي انا بقوله، مش عاجبهم ان انا بدافع عن بلدي وبدافع عن شعبي. عموما ما علينا، الفيديو قدامكم واللي عايز يعلق على راسي من فوق. اسيبكم في رعايه الله وانتظرونا في الفيديو